يدخل هذا اللقاء الذي يجمع بين ثلاثين من المثقفين المغاربة والإسبان في إطار تقوية وتعميق العلاقات التي أخذت منحا إيجابي جدا في الآونة الأخيرة. وإذا كان هناك إشراقات في العلاقات المغربية الإسبانية من ناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية إلى غير ذلك، فنحن نرى أن الجامعة المغربية يجب أن تلعب دورها كذلك من الناحية الثقافية، من الناحية العلمية، من ناحية البحث العلمي. وهذا ما نتمنه في هذا اللقاء ذا المستوى العلمي الرفيع، حيث ترون أن هناك مثقفين من الجانبين من إسبانيا والمغرب الذين سوف يتحاورون حول العلاقات المغربية الإسبانية من عدة جوانب. العلاقات المغربية الإسبانية تقوم على خمس دعامات. الدعامة الأولى اقتصادية، التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا وصل اليوم إلى مستويات غير مسبوقة في جميع الأصعدة. إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب، وحتى على مستوى الاستثمار هناك حوالي 800 شركة إسبانية لها مقرات في المغرب. إذن هذه هي الدعامة الأولى. الدعامة الثانية اجتماعية، وأقصد بها الجالية المغربية. الجالية المغربية في إسبانيا هي واحدة من أهم الجاليات من حيث العدد، وهي تحتاج إلى تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالاندماج الاجتماعي، الاقتصادي، المهني، التربوي، الحقل الديني لهذه الجالية. الدعامة الثالثة ثقافية. يجب أن ننبه بأن في المغرب توجد أقدم بعثة ثقافية إسبانية في العالم، المعهد الإسباني في نادور وفي تطوان، يعودان إلى بداية القرن العشرين. الدعامة الرابعة أمنية، التعاون الأمني في محاربة الجريمة المنظمة، الإرهاب، المخدرات، الهجرة السرية، يتطلب كذلك تعاون. يندرج تنظيم هذه الندوة التي تنظم بشراكة مع جمعية جهات المغرب ومع قطاع الثقافة وكلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط، في إطار سلسلة من الندوات التي دأبنا على تنظيمها، والتي تصب في القضايا الوطنية خصوصا. واليوم نناقش العلاقات المغربية الإسبانية برئة متقاطعة بمنطق تعدد التخصصات التي تناقش هذا الموضوع، وبمنطق استحضار تاريخ في الحاضر من أجل المستقبل. اليوم العلاقات المغربية الإسبانية دخلت في منحى جيد يؤكد روابط العلاقات الثنائية وقدمها، وثقافيا ويقوي من الإمكانات الاقتصادية والسياحية بين البلدين. لذلك الاعتراف الإسباني الذي ترجمه رأي الحكومة الإسبانية عبر رئيسها السيد سانشيز كان له أثر إيجابي على هذه العلاقات التي يسعى جلالة الملك محمد السادس دائما إلى أن تكون علاقات مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل ومنطق رابح رابح في كل المجالات. هذه الندوة يشارك فيها مجموعة من الأكاديميين من إسبانيا والمغرب وفاعلين سياسيين واجتماعيين وثقافيين، ومن المؤكد أنها سنحاول خلالها طرح كل القضايا التي تهم هذه العلاقات من أجل غد أفضل لصالح الشعبين الإسباني والمغربي. أبعاد مغربية إسبانيا بحضور فاعلين أكاديميين واجتماعيين وسياسيين.